هاي شيفز، ازيكو؟ وصفة النهاردة هي سمك وجمبري مقلي. أنا مستعملة السمك التلابيا اللي هو البولتي مع الجمبري. طبعا التتبيلة اللي احنا هنعملها دي ممكن نستعملها في سمك تاني، أي نوع أسماك تانية، أو حتى ممكن كالماري نفس التتبيلة بنستعملها ليه. طبعا احنا عارفين ان السمك والثوم والكمون والليمون دول أصحاب مع بعض، فاحنا هنستعمل ثوم كتير، تقريبا كبشة كبيرة قوي، معاهم فلفلاية رومي كبيرة، معاهم معلقتين ملح، طبعا الملح ده هو على حسب الرغبة، برضو معلقتين كمون، وانا بحب السمك يبقى فيه شطة شوية صغيرين، بحب استعمل فلفل اخضر، بس ما كانش عندي وقتها فاستعملت الشطة الحمراء. هحط عصير 2 ليمون، او ممكن الليمون الاصفر كمان، بس انا بحب الليمون الاخضر اكتر اللي هو اللايم. وبعدين هضربها في الكبة كويس، مش عايزة اخليها مية، بس عايزة اخليها تبقى طرية قوي. بعد كده تبقى جاهزة اني اتبل بيها اي نوع اسماك عندي انا عايزاه احمره. انا هنا زي ما قلتلكوا عندي سمكية التلابيا البولتي، دي كانت صحية في تانك، والراجل هو بياخدها بيصطادها وبينظفها، وانا طبعا بعيدة على نظافتها لما بروح البيت. بعمل فتحات في السيرفس بتاع السمكة من برا علشان لما اجي احط الخلطة، الخلطة تتغلغل جوه السمكة كلها ويبقى الطعم متوزع مظبوط. هتأكد اني بحط الخلطة جوه وبرا، وبعدين احطها في طبق. انا قلت لكم هعمل معايا الجمبري، فانا هسيبها دلوقتي لغايه لما احضر الجمبري عشان احطهم الاثنين في نفس الطبق يتبلوا في التلاجة. انا بحب استعمل الجمبري اللي بقشره وانضفه انا بنفسي، بحس ان طعمه بيبقى احلى بكتير، بس طبعا انتوا ممكن تستعملوا الجمبري اللي متقشر جاهز. انا بس هوريكم ازاي بنضفه، بشيل الراس، والمقص هو اسهل وسيله بالنسبه لي عشان التنظيف. بروح فاتحه الظهر اللي هي اكتشلي البطن بتاعته، وبشيل الكيس اللي بيبقى وراه، كيس الرمل او هي المعدة بتاعتها، بنضفه كويس وبعدين بشطفه، وده يبقى جاهز على اني اتبله. بقية التتبيلة حطها على الجمبري وادعكها كويس، واتأكد ان كل الجمبري اتغطى بالتتبيلة، وبعدين احطها في نفس الطبق بتاع السمك واسيبها في التلاجة. طبعا كل ما نسيبها وقت اطول كل ما هيبقى احسن، بس اتليست سيبوها ساعتين في التلاجة. قبل ما تطلعوها وتحطوها في الدقيق، طلعوها من التلاجة قبليها بربع ساعة على الأقل، بعد كده ممكن احطها في الدقيق. الدقيق مش بزود عليه اي حاجة خالص، هو دقيق وبس. بس لما باجي احط الجمبري والسمك في الدقيق، بحاول على قد ما اقدر اني اتخلص من التتبيلة الزيادة، عشان التتبيلة فيها توم، فلو حطيت التتبيلة زي ما هي بالجمبري في الدقيق، التوم هيتحرق في الزيت، فعلى قد ما اقدر اشيل التتبيلة وبعدين احطها في الدقيق. بعد ما تعملوها في الدقيق، هي فكرة كويسة قوي لو سبتوها 10 دقايق. اللي بيحصل في 10 دقايق دي ان الدقيق بيمتص اي سوائل زيادة، وبيخلي يبقى فيه كراست من برا كده، قشرة من برا. لما بنيجي نحمر الجمبري والسمك بيعمل قشرة كراست كرانشي حلوة قوي. بس طبعا خلوا بالكم ان انتوا تشيلوا اي دي زيادة عشان ما يحرقش الزيت. لما باجي بعمل السمك وجمبري مع بعض، دايما بحمر الجمبري الاول، وبحمره على باتشز، بحمره على دفعات، لان لو حمرته كله في نفس الحلة درجة حرارة الزيت هتقل قوي، ومش هتخلي يبقى فيه كراست حلوة برا على الجمبري، ومش هيبقى كرانشي، هيبقى طري، واحنا عايزين الجمبري يبقى مقرمش من برا وطري من جوه. خلوا بالكوا برضو انه الجمبري ما بياخدش وقت طويل، هو يا دوبك دقيقة او نص دقيقتين بكتير قوي، اول ما ياخد لون تشلوه على طول. لو سويتوا الجمبري زيادة عن اللزوم بيبقى رابري وبيبقى طعمه مش حلو. ونفس النظام مع السمك، مش هعمل السمك كله مرة واحدة. بالنسبة للوقت اللي السمك هياخده في الزيت، ده يتحدد على حسب حجم السمكية نفسها. انا بحب اجيب السمك صغير عشان بحس انه يبقى مسكر اكتر. هقلب السمكية
كام مرة عشان بس التسوية تبقى متساوية، وبعدين هطلعها على ورق مناديل او ورق مطبخ عشان اصفي اي زيت. انا بحب استعمل الزيت يبقى عباية شمس في اي حاجة انا بحمرها، لانه زيت خفيف وبيبقى صحي لحد ما. طبعا السمك بيتقدم مع رز الصيادية اللي انا ان شاء الله هوريكم الوصفة بتاعته قريب. وبألف هنا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوه شير مع اصحابكم، واعملوا سبسكرايب للشانل ده هيساعدني كتير، ولايك للفيديو كمان، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان لما انزل فيديوهات جديدة توصلكم. بون ابيتي، او زي ما بنقول في مصر صحة وعافية.